يعني الآن دولة الرئيس، وزير الصحة، وزير البيئة، المحافظ، الكلام اللي أنتوا جاي تسمعوه مجزرة ما بها موافقات، مجزرة أقيمت على أنقاض مجزرة حكومية خسارتها 20 مليار دينار. الوليد الله مطيه حاكم بالنجف يتحدى الدولة والقوانين والقرارات ووزارة الصحة ووزارة البيئة أو يشتغل غصباً على الجميع. معقولة هذا الولد هيك أكبر من كل القانون؟ محافظ النجف إلك حق الرد، وظل رح أظل ألاحقك إلى أن تبعث لنا إجابات أو تظهر على هذا البرنامج. شنو اللي دا يصير لكم أنتم يا معالي ابن أبي طالب؟ أنتم بأراضي مقدسة، هل ما يقال صحيح؟ رشاوي وفساد، الحمى النزفية واصلة إلى أشدها، مجازر تفتح يا دولة الرئيس والصحة تقول بدون موافقات. وهذا الوليد لأنه الله مطيه قرايب من زعيم ما أدري يشتغل مع حزب، والله لا شقة بالنص هو والحزب مالته، وأدوس على رأسه وعلى رأس اللي يحميه. دولة الرئيس أرجوك أستاذ هادي. هذا تقرير الرقابة المالي، تقرير الرقابة المالية. أي. تم إرساله إلى رئيس الوزراء. هناك منذ أكثر من 10 سنوات وخسرت المحافظة أكثر من 20 مليار بسبب فساد في البلدية وبعض الدوائر الأخرى. تم خلق المجزرة الحكومية وفتح مجزرة أهلية، وبقت المحافظة والبلدية تتفرج. هذا تقرير الرقابة المالية يشير إلى تقصير وإهمال البلدية وتطلع العمراني والمحافظة، وكذلك الطامة الكبرى أنه الإيرادات السنوية للبلدية أكثر من 2 مليار. تم غلق المجزرة الحكومية وفتح مجزرة أهلية مخالفة للقانون. سؤالي، ووزارة الصحة تقول لا توجد موافقة من قبل وزارة الصحة لهذه المجزرة. تم غلق المجزرة التابعة للبلدية الحكومية وفتح مجزرة أهلية. هذا تقرير الرقابة المالية صدر بعد متابعات من قبلنا، وطبعا هذا الملف محال أمام رئيس الوزراء ومحال أمام المحافظ ومحال أمام جهاز الدفاع العام وهيئة النزاهة، وجزاه الله خير ديوان الرقابة المالية صدر هذا التقرير، وتقرير التقرير رسمي يوضح كافة التفاصيل. وبالتالي قيمة خسارة المحافظة أكثر من 20 مليار بسبب الفساد في البلدية والمحافظة. أولاً المجزرة قيمتها 20 مليار دينار أنشأتها بلدية النجف، هذا السؤال الأول. نعم المجزرة تابعة للبلدية، تابعة وإيراد إيراداتها للبلدية. هل استحصلت المجزرة أو البلدية استحصلت الموافقات الرسمية قبل افتتاحها من وزارة الصحة بكونها مطابقة للمواصفات أم لا؟ كان هناك فيها موافقة، لكن تقصير وإهمال متعمد، لأنه صاحب المجزرة لديه نفوذ كبير بالمحافظة. المجزرة الأهلية إيراداتها راحت للمسؤول الكبير سين بالمحافظة. خليني بالحكومية. نعم. الحكومية سواها مدير البلدية بدون موافقات الجهات المعنية؟ لا بها موافقات. مجزرة قديمة من الثمانينات ضمن أملاك المحافظة. أي. ويعني كان عملها جيد جدا، ولكن تقصير وإهمال متعمد من قبل البلدية. قامت الصحة والبيئة بغلقها في حين المسؤول الكبير بعدما أغلق المجزرة الحكومية فتح المجزرة الأهلية التابعة لهذا المسؤول. ياهو المسؤول، فتح المجزرة الأهلية. ياهو المسؤول هذا، مسؤول منو؟ سين من الناس، لسنا بقص التسليم. سين زعيم، أقول لك سين زعيم، وزير سابق، وزير حالي، يمشي بصف الزعيم. لا مسؤول، لا أحد الشخصيات الحاكمة في المحافظة. زين، سد الحكومية وفتح الأهلية ويعطي نسبة لمن؟ يعني اكيد حصص للشخصيات اللي لها علاقه بالموضوع، يعني جماعه
القضاء القطاع البلدية والقطاع الصحي والقطاعات الأخرى. وزير الصحة أرسل لي كتاب قال لا توجد موافقة لهذه المجزرة، ولا توجد موافقة التخطيط العمراني، ولا توجد موافقة من البلدية. هناك مخالفات، هناك موافقة مخالفة للقانون من قبل وزارة البيئة ومن قبل البيطرة وزارة الزراعة، لأن وزارة الصحة تقول لا توجد موافقات صحية، وهذا المكان مخالف للصحة، يقع على المسطح المائي على بحر النجف، ويمثل خطر كبير على صحة وسلامة الإنسان، وخطر كذلك للبيئة.